السلام عليكم. ضيف الله. قولي دابا كورونا ما كاينش ضيف الله. واخا كورونا كاين ضيف الله. يجي بالكمامة ياك. الحمد لله انت امورك مزيانة كلشي بخير. مرحبا بمريم. الله يحفظك امورك مزيانة. الله يحفظك. الله يجازك بخير. الحمد لله. مزيان كي داير مع الجائحة؟ احنا غاديين. ياك الحمد لله. المهم معك الحباب هذو الاقرب وانا شكون ما دانيش تباعد دير واحد شويه صافي عيب بنادم والله صعيب ولكن لا اله الا الله ما عندنا ما نديرو عارفين بعدا بالضيوف عاد نتعرفوا عليك انت يايا. هذه الجاره ديالي وهذه مرت الاخ ديالي تبارك الله ما شاء الله. وهذه الابنه وهذه الصديقه ما شاء الله ما شاء الله. جمعتي الحباب عاد كاينين خلف خلف الكواليس راه كاين سيام كاين كاين خلف الكواليس ضيوف بصح الكواليس اي والله يستر الامور. تعرفوا عليك شكون هي غزلان غزلان اولا الشاف المستقبلي غزلان. عرفتي الحلم ديالي تحقق ليا ياك الحلم ان شاء الله. ان شاء الله. المهم انا غنقول لك الشاف صافي الشاف المستقبلي ان شاء الله ان شاء الله. غزلان غزلان ربة بيت عندها خمسة ديال الأولاد وصافي كشنو العشق ديالك؟ طبخوا الحلويات وش نقولك كتخدمي لي كوموند لي بوفي كندير كلشي يعني من الصغر ديالك انت عزيز عليك شي حاجة سميتها الطبخ سميتها عزيز عليا الطبخ بصح كانت عندي شي 9 سنين أنا صيبت الورقة في الدار تبارك الله. كنت عمرت غير بواحد الخليط ديال البيض مسلوق وصمولة بالبصله والقامه ما شاء الله ما شاء الله يعني موهوبه موهوب. داك الموهوبه من الصغر. قلتي لي كتخدمي لي كوموند شنو تخدمي بزاف؟ بحال هكا ديال كاطو صغار بحال لي فيغين كاطو ديال لاكريم حفلات لي كاطو سميتو كيك ديزاين كيك ديزاين بساطل الحوانه مثلا مشويين ما شاء الله ياغوتي بحال هكا تبارك الله عليك. كتخدمي انت مع لي تريتور ياك قلتي لي كتخدمي لهم الماكله في الدار تبارك الله عليك. وانت البارح وقال يلاه كان عندك شي بيفي ياك كان عندي بيفي البارح وقلتي لي اليوم غتقدمي لنا افكار بصح افكار وقدمناها مع المتتبعات ديالك نتمنى انها تعجبهم ان شاء الله. غنقدموا دابا بيفي بشي حاجه اقتصاديه وسهله افكار كثيره بصح ايوا تبارك الله عليك. الله يسهل لك العمر. عندك قناه ياك؟ عندي قناه شيموت غزلان زهير تبارك الله ما شاء الله عليك. شحال باش بديتيها؟ شي عام ونص تقريبا. عام ونص لاحظت عندك حتى الجوالات ديال الميزات ديال الميزات والصوت ياك عزيز عليك بصح كتعجبني الحاجه اللي كتكون فيها الرخاء اها كتجيبي لهم الميزات الميزات. المهم يعني قناه فيها تنوع عندك ياك؟ فيها تنوع بزاف فيها الطبخ وفيها جوالات الجوالات فيما كانت شي فكره كتجيبها كنوصلها للمتتبعين تتمشي ديريكت لهذيك الحاجه ماشي تبقى تفكر فيها تفكر وتقلب. ايوا تبارك الله عليك. والحلم ديالك شنو هو؟ الحلم ديالي انك تكون شيف نشارك في دور الله 15 ان شاء الله باذن الله. الله يحقق لك الحلم ديالك الله ييسر لك الامر. غنشوفوا ان شاء الله وصفات كثيره غنحاولوا ندرجوا مع اكثر الوصفات وما تبقى راه يشوفوا عندك في القناه صافي يلا تبارك الله عليك. دابا جينا للمطبخ ياك؟ تمام ياك شنو غادي تقدمي لنا؟ غادي نقدم لك واحد الغوتي بالدجاج كيجي زوين ساهل يمكن تصايبو هي مثلا فواحد المده ديال نص ساعه مع الخضره وداك الشيء بطريقه سهله وغادي ندخلو للفران دابا ما غير درتي شي حاجه غيطيب مباشره في الله سهله. المهم الشعار ديالك سهله ما سهله ورخيصه ورخيصه ومقادير بسيطه بسيطه يلا بسم الله يلا كنتي غادي نحتاج واحد كيلو ديال صدر ديال الدجاج وغنحتاج واحد جوج بصلات صغار ولا بصله كبيره ولا قام غنحتاجو ثومه غنحتاجو بيض البيضه وصفر ديال البيضه غندهنوه فاش نبغيو نحمروه واخا ياك والعطريه غادي نديرو الثومه الملح البزار الكمون واحد العطريه ديال الدجاج وزويته وغادي ندير واحد معلقه ديال الفينو ولا سميده ديك الرقيقه صافي فقط غنطحن ديك الربيع والثومه غنطحن هاد نديرو الربيع والثومه صافي غنخلطو كلشي غنشوفو معاك انت خدمي وانا معاك ان شاء الله تمام. انا معاك ان شاء الله. هنا يديرو صدر البيبي يديرو الدجاج بحال بحال انا كنفضل الدجاج كتفضلي الدجاج على بيبي واخا صافي وغادي نامرو بواحد الحشوه اللي هي ساهله بزاف بليزيبيرا واخا وشويه ديال الكروفيت ما حتاجش بزاف المهم هات نسيمه هات نسيمه اللي ما كاينش بلاش ماشي مشكل ماشي ضروري ماشي ضروري. المهم شوفوا معك الطريقه انا معك ان شاء الله ندردشوا ان شاء الله. كتخدمي انت هذا كوموند؟ كنخدم لي كوموند. كتخدمي انت بحال هذا الروتي كيتطلب لك حيت كيجي زوين الخضره كيجي زوين
دابا هنا طحنا الربيع والثومه تبارك الله عليك، وغادي نحيدو ونطحن فيه الدجاج. واخا تعطيهم الكميه بس الا دابا لي الله كيبداو ما تعرفش واحد جوج قبطات، واحد جوج قبطات ديال الربيع درت معاهم واحد صرف فصوص ديال الثومه، ديال الثومه شحال ديال الدجاج. هنا كاين زيت الدجاج شويه باش نصايبو واحد البصيلات صغيورين بالدجاج كيجيو ساهلين. هنا غنحتاجو غير كيلو، كيلو عندنا جوج كيلو نص ديال الكميه باش نخلي واحد الكميه قليله باش يطحن مع الدجاج ويتنسم تقريبا واحد جوج معالق. سبحان الله هذا الربيع فخي شحال الريحه ديالو رائعه. واللون اللون ديال الخضر انا غادي نص الكميه حيت انا عندي هنا جوج كيلو باش نوريكم واحد الطريقه ديال البسطيله كتجي رائعه. دابا عطيتينا لي كود كار ديال لي كوموند ديالك ياك، داكشي اللي كيتطلب بزاف بصح داكشي اللي كاين نشاركو مع المتتبعين ديال الملعب. تبارك الله عليك، هاد العيله زوينه عجبتني كبيره. اه كطحن مزيان صراحه. صافي غادي ندير واحد بيضه وصفه بيضه غنخليو تيطيب باش ندهنو مع شويه ديال الصوجه باش يعطي داك اللون الحمر. اه داك من الفوق ديال الروتين حنا تنزوقوها تنديرو لها الماكياج. هيانا خلاتها السعديه العالم تعكروا ليها كتقول لي تعكروا البسطيله. بسم الله. يعني بيضه وحده كافيه في هاد الكيلو ياك؟ لا كافيه. هاد الصفر غنخليو حتى نحتاجو لحاجه اخرى. ناخذ واحد المعلقه. بسم الله غادي ناخذ مليحه غير شويه معلقه صغيره، غنديروا واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه، ندير هاد العطريه ديال الدجاج. كتشريها واجده؟ كنشريها واجده، ما عرفتش شنو فيها ولكن زوينه كتجي لذيذه. هادي بيضه ماشي عطريه ديال الدجاج ديال منين خديتيها؟ من عند عبد اللطيف. هاي عبد اللطيف اللي في سوق الجميعه. سوق الجميعه نديرو شويه ديال الخرقوم البلدي. غادي يقولوا ليه العطيه ديال الدجاج خمسة كيقول لها العطيه ديال خمسة مكونات. مكونات حيت الناس ما يمشوش مع عطيه الدجاج ديال الدجاج محمر. هذه بيضه، بيضه شويه ديال الكمون، معلقه صغيره معلقه صغيره من الحاجه. المهم اللي بغى يستغنى عليها يستغنى عليها. اه ماشي كتحسي بها كتعطي مذاق، كتعطي مذاق زوين. غندير شويه ديال الابزار. صافي فقط نقدروا نديروا شويه ديال التحميره ماشي بزاف غير شويه بحال هكذا. غادي ندير واحد المعلقه شويه ديال السميده الرقيقه ولا الفينو باش تجمع لك الخليط. تجمع الخليط نعم. غير معلقه كبيره. صافي غادي نطحني كلشي. صافي غادي نطحن كلشي. بسم الله غناخدو مقلة غادي نديرو فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة، واحد معلقة ديال الزيت الورد، غير معلقة كبيرة. بسم الله خليوها تبدو. غادي نديرو الملحة والبزار والكمون فقط. ملحة بزار كمون. اه مليحة منملحوش بزاف. بما دابت لينا السويدة البزار قولي كي دايره مع هاد عن بعد. تبارك الله ما شاء الله خمسة هاد الوليدات كي درتي؟ انا ماشي الله ياك صعيب والله الا قلت لهم صعيب هادشي. الحمد لله خاصنا قلت لهم اللي عنده بحال الوليدات اربعه خسر اربعه البيوت، اللي عنده خمسه خسر خمسه البيوت، كل واحد يقرا في بيت. كاين القرايه بعدا كيقراو كيقراو عن بعد. صافي من بعد ما درتي لنا الزبده غادي نديرو هاد الزبين غادي نعطيهم مليحه والبزار والكمون. نطيحهم شويه ياك. اه كيتشحو مزيان. من بعد غنزيدو واحد شويه ديال الكروفيت اختياري غير باش يعطينا المذاق وصافي. يعني واحد 100 غرام شويه. المهم تنتي عندك مع لي بون بلون خلاو لا ميزات ياك كطبر عليهم كيفاش كان شي حاجه خايفه كنمشي ليها. مزيان وهادي نقول للمراه المغربيه الحاذقه عزيزه عليا من والو ندير شي حاجه. اها مثلا بحال هذيك اللي تمايا الثمن ديالهم مثلا كيدير واحد 300 درهم. سولتي عليهم قلتي لي؟ سولت عليهم في واحد الموقع قالوا لي نجيبو منك 300 درهم. جاتني 300 درهم غالي بزاف. صافي وانا مشيت عند الناس اللي كيديروا الله يزاد ديال الخشب اللي كاينين في القريعه وعطيتهم الموديل سكرينيشو عطيتهم الموديل وطلعوا لي غير 120 درهم. اه شتي وجبتهم النجار صبغهم ليا بالكحل. اه هادكا عندي ما يتساوش. مزيان لا مزيان هكذا الانسان يحاول
دير حاجه زوينه بثمن قليل. ثمن قليل كيعجبني نطلع شي حاجه بثمن قليل. اي والله يستر الامور. حتى في القناه طلعت عندك فيديوهات كثيره ديال الهميزات الهميزات والله ما داكش رخيص. مزيان كيكون الانسان جالس ما تيخش ما تيعرفش ملي تنسولي ليه انت باش كتوري الفيديو بحال كتعاونيه فين غيمشي كيمشي ديريكت كيمشي قاصد ما تيبقاش يقلب. قلتي لي شي محل صورتي معاهم راه تبارك الله ما شاء الله ولو عندهم كاملين ياك عطاكم بورسونتاج ياك. مزيان الانسان منها كيعاون منها بصح كيعاون راسو من بعد كيخرج كيشوف بزاف ديال الحوايج. انت حاولتي تنوعي في القناه ياك بصح باش تكون مشاهده مغيره شويه مختلفه. اي والله يسر الامور. دابا من بعد ما تشحلينا مزيان كما قلت لكم غير واحد شويه غير 10 دراهم صافي. المهم راه كتاكد عليها 10 دراهم ولا بلاش ولا بلاش كاع غير القشور. كاين دابا اللي كياخذ القشور ديال القيمونتي بسوم وتخدمي هكا بودر نعطيو النسمة. الا حنا كنهضروا على النسمة وصافي غير حيت حاجة تنسم واحد موجود عندي باش كيكون رخيص ب 50 درهم 55 تناخذ واحد الكمية ديال كيلو ولا كيلو ونص وكنخزنو في الثلاجة كيما زوين تناخذ داك الشوية شوية كيطلع ليا رخيص. وهو كينسم صراحة واخا كديري غير شوية كيعطي واحد البنة زوينة. بصح تيجي بارك الله عليك. صافي دابا غادي نضيفو واخا حتى يوجد الحشو نشوفوا الكمال تاعو. دابا فاش غادي ندفع عليه غندفع عليه واحد الكميه قليله ديال الفرماج نقولوا واحد 3 دراهم بركه كافيه صافي باش يعلك الحشو باش يعلك الحشو. شي حاجه نقولوا لا صعيبه لا هادي نديروا داكشي اللي كاين في الدار نحاولوا نبسطوا الحاجه وما نقولوش صعيبه. وعاد هاد شويه من الحاجه ونقدروا وعاد هاد الروتين كنقولوا ضيافه. يعني دابا انت كتهضري على ضيافه غتقدمي ولا واحد الا بغى يفشش راسه لا ولا بغى يفشش راسه مره راه صافي دابا من بعد ما شفت لينا دابا غادي نعطيك واحد الكميه صغيره ديال الفرماج غير بحال هكذا صافي دي كافي. نسيتي البصله كاع نسيتي البصله ماشي مشكل غير باش نوضحوا لهم حنا راه البصله كاينه. انت قلتي ضروري ياك ضروري البصله كتخليها في التيه وبنينه وتجي رطبه. غتبداي دابا تفرشي درت الالومنيوم تحت ودرت الفريز ودهنت بواحد شويه زيت العود صافي ودرت بحال هكا في الصابون. نتوما كتحكموا في الغلظ والرق ديال الماشي ديالكم. دابا هنا راه تقريبا كيلو ياك. كيلو كيلو كافي تيعطيك واحد 14 طاب تقريبا يعني ديال المائده. قلتي لي هضرت تخدميه مع تريتور بزاف مع الخضره كيطيبوا الناس بزاف اي واحد كيذوق في شي مناسبه كيطيبوا لي تنخدموا مع التريتور ديما تنصيبوا لي ان شاء الله ديري التريتور انت ان شاء الله تفايلوا عليك تريتور شاف المهم تحققي كاع الاماني. الحلم ديالي انا اللي يكون شاف نشارك برنامج ماستر شاف ونكون شاف ان شاء الله ان شاء الله. الله ييسر لك الامور اللهم امين. صراحه شفت فيه شي جمرات وما كتبش الورق علاش شنو كنتمنى هاد المره كيكون شي 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 غلط بسيط. معليش نتمنى هاد المره ان شاء الله الله يستر يتحقق الحلم ان شاء الله. صافي تنديرو فهاد الجنيه بحال هكذا وغادي نبدا نتوجه للقاعد. كيجي هماوي في الحطه وهو راه ساهل ماشي صعيب. شوف كيفاش الناس مساجم مع بعضياتهم كتحسوا بيه شاد في راسو شاد راسو وباش كيجي زوين فاش ديك التقطيعه كيبان لك الوسط خضر و كنمشيو بحال هكا. من الحشو راه اي حاجه غيديروها وسهل في متناول الجميع. يعني ماشي شرط انهم يديروا كيلو جربوا غير نص كيلو. اييه غير نص كيلو. روتي ديال الدجاج ديال الدجاج لا غلا على مسكين ياك غلا على مسكين. صافي وتندور هذيك التسنيه التحتانيه تنديرها لتحت وتنبقى نقاد فيه غير بحال هكا بحال شي فينيده. اييه كنديري بحال هكذا الفران راه سخنتو من الفوق لتحت وتنغلفو بالالومنيوم بحال هكذا. هو تيتقل ما يعني محتاجش الباماغي وتغشيو الفران حتى كيفاش. واخا شحال تقريبا غتخلي الفران؟ واحد ساعة بحال هكذا. واخا ساعة متوسطة غنشوفو دابا الفران. هنا عندك الكاز ياك غديري الفران ديال الكاز. عندي فران الكاز وعندي فران ديال الكوكوس كيعجبني بزاف داك الضير. كدير زوين تما ممكن تصايبو الكيلة عندكم. صافي دابا غنجيب واحد اللاطة. دابا واجد غنجيب واحد اللاطة باش واخا البسطيلة ساهلة متناول الجميع غير بالدجاج وبواحد الطريقة بسيطة وغنشكلوها بطريقة جديدة يا مربعة يا ضيرة. واهم حاجة واسهل حاجة وانا غنسدو على كلشي ونخليهم فوق البوطة صافي كان هنا كان هنا ما كان هنا بعدا راه قالوا لي انت عندك تحدي راه شنو يخباك التحدي ديال التحدي ديال اخر ساعة كتشدي دي كوموند قلتي لي حيا الضغط
اه قول له باغي تشاركي تحت الشاف باش ديري تحت الدار. اه تنموج على الصرع. غادي نديرو هنايا واحد الكميه، عندنا هنا واحد كيلو ديال الدجاج. واخا نعطيهم المقادير باش يتبتو معاك. طريفات بحال هكذا، واحد جوج ورق ديال سيدنا موسى. واحد المعلقه كبيره ديال الزبيده. عندنا معلقه كبيره ديال السكينجبير. معلقه صغيره ديال البزار. انا عزيز عليا الحرور. معلقه صغيره ديال الثومه. ديك العطريه اللي قلت لك البيضه فيها خمسه الحوايج، ما عرفتش شنو فيها، المهم ديما كتعجبني كناخذها مع داب الطيف. وشنو عاوتاني ثاني؟ وعندنا البسطيله، واحد جوج بصلات محكوكين كبار محكوكين مشردين رقاق، وواحد المعلقه بسم الله كبيره ديال الصوجه، معلقه كبيره، واحد جوج معلقات ديال القشطه. الا ما كانوش غنعاودوها بهذاك بيرلي مسوس، يديروا بيرلي مسوس غيديروا جمعه جوج معالق ديال بيرلي مسوس. واخا جوج معالق وصافي. اسمعني، واحد المعلقه ديال الزيت البلديه ولا الروميه. ما نحتاجو لا ما لا حتى شي حاجه. غتدي لها ناقصه ناقصه عافيه مهيله هاد الابتكارات ديالك. دغيا دغيا ما يتسال كتخرج لي كومونت هادي قلتي ليا في الملح بزاف. غنديروها على عافيه مهيله جدا حتى تعسل لينا. غنسد عليها بالصفاره راح نضربو على ساعه غتولي موجوده. غنحيدو هذاك الهبره ديال الدجاج، غنصايب واحد صلصه البيشاميل ساهله بسرعه، ربعه ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الفونسول، جوج ديال النشا، صافي. وزبيده. نسيت واحد الحاجه، شامبينيون نسينا، درنا الشامبينيون، علبه صغيره ديال 5 دراهم هكذاك. صافي شتي عليك، يعني بصح عطينا واحد الكميه مهمه هذه ديال الفلفلات. شحال غتسدي لها؟ نسينا الملح عفوا. شحال غتسدي عليها؟ ربع ساعه غتبدا تصفى، غنسدي لها ربع ساعه. غنديرو غير شويه حيت الصوجه مالحه حتى الاخر نضوق. واخا شنو الكوموند اللي كنتي كانت عندك البارح؟ كان عندي واحد البيفي حلو ديال سبايدر مان حتى في الانستغرام، وكانت عندي لي فيغين ديال لاموس شوكولا وفيغين ديال تشيز كيك بواحد الطريقه سهله غنصايبهم دابا مع بعضياتنا. وشنو كان عندي عاوتاني؟ كاب كيك. ما كتصوريش لي بيفي؟ دخلت لقيتك ما كتصوريش لي بيفي. انا ما كنصورش، ما كنلوحوش بزاف صراحه. تقاسمي معاهم باش من الناس هكا اللي غادي نبدا نلوحو اللي بغى يستافد هكا من لي كوموند من هذا. وكيفاش تطلعوه بيفي ساهل؟ يعني ممكن انكم ديروا بيفي في الدار، يعني ما تاخذوش ديك الفكره انه غالي غالي غالي. ممكن مثلا دابا نوريكم كيفاش درت ليه. غنصوروا تاخذوا غير هذاك الورد كتكريو وشي طابله في الدار كيف ما كانت. انا الصراحه خديتها غير من عند واحد السيده كنعرفها دات لها لي زار صافي، ما درت داك الشيء وصافي. هانتوما عندكم بيفي ساهل واخا ما عليه، دابا نطيب ندوز دابا نشوفوا البيفي. بيفي ياك الحادقه بيفي. الناس بزاف ديال الناس كيشوفوا البيفي وكيقولوا بيفي كيكون الثمن ديالو غالي ما تيقدروش يزعموا. انا صايبته بثمن رخيص بزاف. بعدا شكرا بزاف، الله يجازيك بخير. عرفتي والله الا شي حاجه راه هذيك شي حاجه بسيطه، ولكن والله الا كتعني لي بزاف والله. الله يجازيك بخير غزال، الله يعطيك الصحه. شكرا بنت بلادي. اشوف انا تلاقينا ما كنت عارفكش يا ربي، هذاك الشيء ديال الله اي والله ييسر الامر. صافي اشنو خديت؟ هادي غير دبرت عليها، طلعت ليا فابور، خديتها مع واحد السيده كنعرفها ولي زارتها وخديته الصراحه من عندها طلع فابور. وهاد التوشيه هادي كريتها ب 120 درهم. هاد البحال اللي كتدار فيه الورد. كتدار فيه الورد بحال هكا، كاينين هادوك كيكونوا في. وهاد التوشيه ديال الورد كريتها بثمن رخيص بزاف 120 درهم. اها مزيان. صافي جيت حطيتها بحال هكا، هو بان لي فيه ساهل 120 درهم باش تقام. زوين. وهاد التوشيه ديال مريم بركات يمكن اي واحد يدير سميتو باللوغو اللي بغا هوايا، الثمن ديالها فقط 50 درهم. ما يعطيك الصحة. كما تشوفوا مشيت عند الناس اللي كيديروا اللايزا في القريعة الخشب وعطيتهم الموديل وصافي داروا. القريعة ديال درب غلف ولا درب سلطان؟ لا القريعة ديال درب سلطان. ديال درب سلطان. ماجر درسية. هكذاك. كاينين تما عندهم اللي كيديروا اللايزر ديال الخشب، أنا ما في خباريش. كاينين بزاف تما. مزيان. صافي باش دينا النفاخات. درتي شي وحدة وحدة لاصقة في وحدة. ونفخنا شي على شي ودرنا هاد الأيام مريم بركات. الله يعطيك الصحة، يعني الإنسان إلا بغا يدير بيفيه ساهل. ساهل. بالنسبة لهاد البلاطو هادي كيبانو بحال هكا تيبانو غاليين، ولكن هو ما غاليينش. حيت هادو غاليين. 35 درهم. 35 درهم كاين هاد الشكل، خديتهم من درب عمر من واحد السيد كيبيع الجملة. راه كنت شاركت معاكم الفيديو ووريتهم ليكم. صورتي في القناة عندك؟ في القناة عندي 35 درهم. مزيان. حيت كاينة دابا المادة واقيلا بحال البلاستيك. حيت كاينين الآخرين اللي بغا يدير لهم داك الثقيل. وهاد الديكور حتى هو ب 35 درهم.
مزيان. وبالنسبه لك عندكم شي تبصير في الدار ماشي تهرس وتقولوا لا راه ضاع علينا، تقلبوا على الفراشات اللي تبيعوا غير ديال الورق، هذه غير ديال الورق شديتها درتيها الكوله ودرتها في الايب ما كانت طاحت لي هذه الحجره هنا كيبان من الدار نيت كيبان زوين وانيق مزيان الله يعطيك الصحه. حتى انا ملصقه هذا في الحيط عجبني هذا هذاك الحجر زوين ماشي ملصق هذا حجر نيت زوين كيجي زوين في المنظر. خديتو نيت من القريعه واحد نيت هاد السيد اللي خديتو من عندو درت ليه اللايف مزيان تبارك الله عليك تيعجبني الانسان اللي هكا الدار وكي كي صح هاد الحيط كيبان زعما راه غالي والكلام راه غالي طلع لي 1000 درهم ما بينزلنيش المعلم اللي صاوبو جا زوين هاد اللعب قولي واش جليت كيبان بحال الحجر نسحب ليه ملصق لا جا زوين الله يعطيك الصحه. وبالنسبه لهاد الكيكات هادو غير بجوج ديال البيضات عطاونا 23 حبه هكذاك المهم جوج بيضات غير شوفوا التفاصيل شعارنا الرخيص ولا عندك في القناه في القناه. بالنسبه للمقادير غادي نلوح لهم الفيديو جوج ديال البيضات كاس ديال دانون بيستاش نص كاس سنيده نص كاس زيت خماره مليحه صافي ميزغام غير شوفوا الطريقه ميزغام ديال طريق صافي كنخلطوا كلشي في الفيغ ميسيل في المو سيليكون الفران خلص صافي شوف الشكل المهم راحت عندها مع طن 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 كان انا كان عجبوني جاوب بحال لي فينونسي انا شفتهم صحاب لي فينونسي الثمن ديالهم 10 دراهم 29 حبه ما كاملاش 10 درهم المهم راه كتحسب بيا كل شيء 10 درهم ايوا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه حيت غادي نقول لك زوين يعني هكذا تقاسمي هاد الافكار وحيت بزاف ما تيطيحش على في باله كاين اللي كيتلف تبغي دير عيد ميلاد الولد هكا تقول لك هذا غيطلع ليا بزاف ولا شي حفله هكا بغات تحتفل بشي حاجه بصح تبارك الله عليك حاولي تصوري لا بيفي اللي تخدمي دابا ضروري خاصني نشارك معاهم مره ديري معاهم لا بيفي بطبيعه الحال تبارك الله عليك الله يعطيك صحتك. غادي نزيدو الخلطه درت معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه ديال النشا ولا معلقه كبيره ديال الفورص صافي تندوبهم تندير مليحه صافي دوز مليحه في الاول صافي الخلطه حتى كتحصل واخا من بعد ما تيطيب الدجاج غادي نهزوه وغنخليو داكشي تعسل مزيان وزيدو ليه البيشاميل والدجاج والفرماج والشاركوتري صافي هو ها البسيط لا توجدي صافي الله يرحمه دابا من بعد تحليت عليه الكوكوت بقات صافي طال حيت هذوك اوراق ديال سيدنا موسى واش نمشي ندير انا دابا تنشف فيه وفي نفس الوقت كنقطع هذاك اللحم غير هاد الخشبه الخشبه دايره انا سباتول دايره خشبه هادي تهرست ليا قلت اش ندير انا خدامه باش الجمرات مزيان الحلوه وطياب مزيان دابا غادي نبقى نشف فيها مزيان بحال هكا وانا تنفرشت في الدجاج وانا انا تنشف فيه وانا في نفس الوقت كنقطع كنقطع الدجاج بحال اللي كتفرشتي فيه بحال تنفرش هذه بسطيله سريعه هذه ديال سريعه سهله الضربه تقريبا الا ضربنا لها الحساب واحد 500 درهم سهله وتا غير مكلفه وغتعطينا كميه وغادي نديرو لها ديكوراسيون جديد ومختلف تبارك الله كذلك بسرعه تا هو الله يعطيك الصحه واحد الكب كيك ياك الكب كيك اللي كنخدم الناس بزاف في لي بيفي بيفي واقتصادي وتيخرج وتا مع الوليدات تقول لي كينفع ياك كينفع واهم حاجه هو اننا كنخلطوا كلشي في خطره حيد عليا نخدموا الزيت مع السريده مع البيض دغيا دغيا بسم الله على بركه الله بسم الله غنحتاجو لبنة السريعة غنبدلو لك السمية ماشي غنحتاجو كاس ديال الزيت كاس ديال السنيدة دارون ديال البنان كيعطي واحد لوكو زوين مختلف جوج خمارات فانيا ربعة ديال البيضات و 200 غرام ديال الفطور بسم الله غادي نديرو اول حاجه البيض وصفات غجلان سريعه سريعه انا تعجبني اي حاجه تكون سريعه دابا تبغيش نتعطل في الحاجه دابا الانسان حتى راسك كيسحى ما كيتحب ربات بيت راه ساهله راه خدمه في الذات انسان قابل الوليدات ومشاغل حتى ولادي من عشاق الطياب كيعز عليهم يطيبوا دوزتي لهم لا ماسك وغنديرو الياغورت ديال البنان وما غاديش تعكسو دغيا غادي تخلطوها اهم حاجه باش ينجح لكم كاب كيك هو ان الفرن يكون شاعل من الفوق ومن تحت جوج ديال الخمارات كلشي خميرات دقيق كلشي 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 دغيا هادو زوينين فيهم اقتصادي لا هادو تيكون فيهم تقدر ديرهم بلا 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 ما تدهني بلا ما دير حتى شي حاجه وتا بلا قالب زعما بصح بلا قالب كيكونوا قاصحين ولا متوفرين انا تناخذهم بالجمله بحال قلتي كناخذ 50 وحده ب 15 درهم هكذا كتطلع لك رخيصه الجمله كتبقاي عندي صافي تنضربو تنضربو دغيا دغيا تنسازمو واحد الشويه زوج دقائق المهم هاد البلايص اللي كتاخدي منو هادشي كامل راه عندك في القناه كتصوري كنصور كلشي وتنديرو 200 غرام ديال الدقيق هذه راه جيتا كيك جيتا كيك بالنسبه لهذا صافي تنخلط بحال هكذا
يمكن غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الدقيق لحقاش الدقيق جاني خفيف شويه ماشي بحال هادشي اش كنقولوا الوصفات على حسب النوعيه ديال الطعام 250 غرام تقريبا انا كنت 200 غرام على 40 غرام وكي دابا غادي نزيد جوج معالق بسم الله ها واحد ها جوج لي بوفي دائما تيكون مطلوبين لي كابتي غاتيكونوا بزاف عزيزه على الوليدات شنو مازال كتقدمي ولا بغيتي ما طيبوهمش دابا خليهم واحد نص ساعه في الفريكو كتخلطوني في هذاك ديال الكبان باش ما كاين لا دير هذا لا دير عملي شربت معاهم اخر مره شربت معاهم هذا المحل اللي كانوا خدام عندهم الاواني ماشي مشكل هذا اللي كنخدم فيه دابا 15 درهم زوين بارك الله عليك دابا وقفت ياك نشوف مزيان شفت كيما تشوفوا دابا غنديروا ضروري شي زلافه باش تبرد دابا كديري شي حاجه باش يبرد من بعد كنديروا داك البيشاميل اللي درنا بربعه ديال الحليب بلاتي اللي مخدامه ما خصنا نضيعوا حتى شي حاجه لا صفاتي علاش قلت لكم ديرها عمليه كنخدم بها هكا هكذا هكذا صافي واش نزيد هاد الشاركيتري هذا تزيد هاد الكميه ديال الفرماج واحد 100 غرام كيفاش نخلطو داكش كتسمعو التعليقة أييه وليد من هذا يمكن يكون بسطيلة عائلية كبيرة ديروها كبيرة صافي دابا غنخليوه يبرد كيك غديريه هنا في أنا تيعجبني هاد الفران هذا ياك الله يعطيك الصحة هذا هو صديقي ياك وكاين اللي كيدير فيه غير الخبز وبسطيلة حتى الكب كيك تنشوي فيه تنحم هادو من القدام زوينين هادو ياك زوينين بزاف ولكن اللي بغاتي تمشي للشركه غتاخذو 23000 ريال ولكن الا جاو من المحل غتجي ب 26 ولا 25 هكذاك الشركه كاينه في حي محمد فين بالضبط ما عرفتش فين بالضبط ولكن الا دخلوا غير جوجل كتبوا السميه ديالو شنو سميتها خيماتيك غتخرج اليوم من هاتك حيت انا كانت هرست لي هاد الزاجه وعاودت 30 درهم ولكن فاش سولت عليها هنا قالوا لي صايبها ب 100 درهم يعني كاين فرق كبير بزاف نجي يمشيو للشركه خيماتيك مصوره معاك كتصوري معايا هادشي انا غنصيب لكم واحد الكراميل بدرهم كي تبقى بدرهم درهم سنيده كاس ديال السنيده كيبقى عندك في الدار يا اما تديري تنكهي به الكريم فريش عندك تدير الدرجه كتنكهي به الكريم فريش كيولي النكهه ديالو كراميل يا اما تذوبي مع شويه ديال الشوكولات الابيض كيولي بحال الصلصه يمكن لك تلصقي بها الصابلي ولا تذوقوا به لي كلاصو كيجي خاطر المهم كتخدمي به انت دائما هذا كيكون عندي انا دابا ضفت واحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال المعالق ديال الماء غير باش نذوبو السنيده دابا غنخليها حتى تولي كراميل ونطلقها كديري حتى الحلوه ما بقيتيش كديريها قلتي لي كومون كنديريها كتعدل فاتا مالا دابا كديريها غير لي بيفي والمالح و انا كيجيني الطعم احسن من الحلو ياك صعيب الحلو تلا كريم وداك الشيء حتى كيك ديزاين كيجي سهل وصابلي من هذاك صعيب خصك تبقاي جالسه جالسه مقابله الفران الوقت كيدير الوقت معليش اي والله كل شيء فيه خير وبركه بصح هذاك الشيء الحمد لله على كل شيء الحمد لله ياك حليت وكما كتشوف الشيء راه واحد شويه ديال الماء بقى يعني ما تيفرقش بزاف وتيولي بحال كيكه مجرد انا كيتمسيه بحال هكا كتحسي شاد في راسو صافي راه تيكون طيب دابا غادي نحلوه وغادي ندهنوه بديك الصفرة البيضاء اللي درنا البيض ديالها في الحشوة غنزيدو عليها مقيطة ديال الصوجة وغندهنوه وندخلوه يتحمر باش يعطي داك اللون الزوين حيدتي ليها حيدتي ليها راه شادة في راسو يعني واخا نبداو نلعبو بها ما يوقع والو طايبة طيبه مزيان هي هذيك ولا بغيتو تاكدوا غديروا غير ها عندكم ناشف واخا هاد الملكه تشوف راه كله غينشف دابا نعرف حنا عندنا واحد شويه ديال الصفر بيضه اللي كان عندنا قبيله درنا ليه واحد شويه ديال الصوجه
صافي دابا غنديرو لها البرونزاج. صافي ندخلها تحمر على خاطر خاطرها. حتى هي نوجدو لها واحد السلسة اللي غترافقيها معاها. بالنسبه للكراميل من بعد ولا الكراميل كنشدو كنبعد شويه. هذا دافي ضروري الماء دافي. نص كاس ديال الماء دافي الا بغيتي خاطر بزاف نص كاس. بغيتي شويه جاري كدير كاس الماء. كندير غير تحريك الحراره دائما يبعدوا لان خاطر لا خاطر. صافي هو مساجد دابا غنخليو حتى يبرد ونوريهم كيفاش كيجي. الله يستر هذا الحلقه ديالو تتحفر. صعيب صعيب فيسه دار عليا انا حفر لي يدي. هي باقا عندي هنا صعيب بزاف. اي لا كيدير الحفره هاي. صعيب هادو الجوج عندي بالكراميل حتى انا كنصدق ليا. لا الا مشات تحط لا واخا انت الجرحه مشات كيبقى يحفر فيها. بصح كما كتشوفوا تبارك الله عليك. غنخليو تيبر قبل الطلاقه. واخا غادي لنا لا شنو نقول لك اليوم بدلت الصالون بطريقه جديده كان عندي عادي. المهم فصلت هاد الصالون هذا غير ب 200 درهم عند واحد السيد في القريه.